نفخر بشراكتنا مع رينو ونؤكد التزامنا تجاه شريكنا رينو، تجاه فريق العمل، تجاه شركاء النجاح من بنوك، ممولين، موزعين وإعلام. وأهم شيء نؤكد التزامنا تجاه عملائنا اللي هم نصب أعيننا من أول يوم وهم محور اهتمامنا، وسوف نستمر لمزيد من الاستثمار، مزيد من المبيعات وحصة سوقية أكبر إن شاء الله. شكرا. جيت اليوم لإلكون ألف مبروك، أو بالأحرى 40,000 مبروك لإلكون ولإلنا على الشراكة المتينة والثقة المتبادلة. رينو مطر أثبتت أنها أكبر وأفضل شريك ووكيل لرينو في العالم. عاشت رينو مصر. شكرا. Today I am honored to introduce for the first time in the AMI region, Africa, Middle East, India, before any other country, the new, all-new Renault Duster Automatic. And for that, I will invite Mr. Rami Gad, General Manager of Sales and Marketing of Renault Egypt, to briefly present you one of the most successful models of the Renault Group, with worldwide sales reaching more than 2 million since its launch. Here is the new Duster. It's already a great success in Europe, and I wish to all a great success for the next 40 years Renault in Egypt. Thank you very much. Renault Duster نزلت الأسواق العالمية سنة 2010. Renault Duster اتباعت في 108 بلد في العالم. رينو داستر دايما مستر فابريس قال باعت 2 مليون عربية في الثمان سنين اللي فاتوا. رينو داستر بقول لكم ايه، ما تيجوا نشوفها مع بعض. Passion for life. طبعا انتوا عايزين تعرفوا دلوقتي سعر الدستر هيبقى كام. سعر الدستر الجديدة هيبدأ من، تعالوا نشوف مع بعض. $320,000 جنيه مصري. ودلوقتي بندعو السادة الحضور ان هم يقدروا يتفضلوا يتفرجوا على عربيتنا الجديدة
the all new Duster في مصر قبل اي دولة تانية في افريقيا وفي الشرق الاوسط. تفضلوا.